الخير سلمى، صباح الخير فرح، صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية، وصباحنا غير. أعياد مباركة، عيد شعانين مبارك على كل السوريين يا رب. أكيد اليوم من كنيسة سيدة دمشق للروم الملكيين الكاثوليك نرصد أجواء التحضيرات لصلاة الشعانين حسب التقويم الغربي، عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وكلنا إيمان ورجاء بأن تكون هذه الأعياد مواسم خير على السوريين. للحديث أكثر عن معاني عيد الشعانين معنا الأب سامي حسني، كاهن برعية سيدة دمشق. شعانين مباركة. شعانين مباركة، كل عام وانتم بألف خير. خلينا إياكم إن شاء الله أيام مباركة ومواسم مباركة، كل عام بخير. كل عام وأنت بألف خير. يعني عيد الشعانين، خلينا نحكي عن معاني هذا العيد خاصة بهي الأيام اليوم اللي عم نمرق فيه. هو عيد الشعانين هو بيستبق أو بيسبق الحدث الأبرز اللي هو حدث قيامة المسيح يسوع من بين الأموات. السيد المسيح، الشعب كله كان عم ينتظر مجيء المسيح الملك المنتصر. قمة أعمال السيد المسيح كان في عنده عجيب كثيرة، ولكن قمة الأعمال كانت هي إقامة لعازر ذو الرباعية أيام، أربعة أيام صلوا ميت، أقاموا المسيح من بين الأموات. هالحدث الكثير كبير خلى الشعب كله يقتنع أنه هذا هو المسيح الملك الآتي، لذلك استقبلوه في أورشليم استقبال الملوك الفاتحين، الملوك الأبطال، الملوك المنتصرين. على مثال أي ملك المنتصر بيستقبلوه هالاستقبال الكثير كبير، ولكن انتصار المسيح هو كان انتصار من نوع آخر، هو انتصاره على الموت، انتصاره على الخطيئة، انتصاره على عالم الظلمة، وهو اللي عطانا السلام. هالأعياد هي بترجعنا لهالذكرى الكتير حلوة، وبتمهد الطريق للحدث الأبرز اللي قلنا عنه، اللي هو موت المسيح فداؤه وموته على خشبة الصليب، ونصره على الموت بموته على خشبة الصليب وقيامته من بين الأموات. لذلك بنقول هالحدث هو، وصرخات هالحدث هي صرخات نبوية. الشعب استقبل المسيح يسوع بسعف النخل وأغصان الزيتون، رمزين كتير مهمين. سعف النخل ترمز إلى الانتصار، والأغصان الزيتون بترمز للسلام. الشعب كله يتصرخ صرخة واحدة، هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. كلمة هوشعنا معناتها خلصنا. رفعوا هالعلامات الظفر وقالوا للمسيح يسوع أنت اللي بدك تنصرنا وأنت اللي بدك تعطينا السلام. هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. اعترفوا بالمسيح يسوع أنه هو الملك، ونحن اليوم نقول للمسيح أنت يا رب ملوك على قلوبنا، ملوك على بيوتنا، ملوك على حياتنا، ملوك على بلدنا الحبيب سوريا، لأنه بالمسيح يسوع تم الخلاص. ونحن بالنسبة للأكيد يعني مثل ما حضرتك قلتي أنه بالنسبة لأحداثنا اللي نحن عم نعيشها دائما نحن ننتظر الخلاص، ننتظر الخلاص من الله. هو خلاصنا، هو اللي بيعطينا الخلاص وبيعطينا حقيقة السلام. صلواتنا دائما نرفعها بكنائسنا لحتى هالخلاص يشمل البلد كلياته، يشمل بيوتنا وعائلاتنا، وربنا يعطينا حبه ومحبته وأمنه وسلامه. يعني في تحضيرات على الساعة 11 بعد الصلوات، في عنا كتير من يمكن القصص اللي احتفالات بعيد الشعانين، خبرنا عنا. يعني الاحتفال طبعا في عنا داخل الكنيسة تقام القداس الإلهي، ونحتفل بهالحدث الكتير كبير اللي هو مبارك للآتي باسم الرب. المؤمنين عم بيستقبلوا المسيح كمان يسوع من خلال القداس الإلهي، عم بيستقبلوه بقلوبهم وبحياتهم. وفيما بعد تقام الزياحات خارج الكنيسة مع الفرق الكشفية، نطلع خارج الكنيسة ونعمل زياح طبعا بأيقونة المسيح يسوع الملك المنتصر. منعمل زياح خارج الكنيسة بسعف النخل وأغصان الزيتون، ومنردد نفس هالكلمات، وشعنا في الأعالي مبارك وللآتي باسم الرب. طبعا خاصة نحن نشمل أولادنا، لأنه الأطفال هن اللي استقبلوا المسيح يسوع على أبواب أورشليم وصرخوا الصرخة اللي كتير حلوة. وبيع
هالعيد بنعيد الاولاد طبعا هن اللي بيحتفلوا فيهم بشكل خصوصي، يعني كل واحد بيحمل بجيب اولاده بجيب اولادهم بيحملوا الشموع، الشمعة اللي هي رمز النور وانتصار النور على الظلمة، وبيحملوا طبعا كمان صواف النخل واغصان الزيتون. احنا رح نرجع على الاستوديو لموجز اخبار ونرجع معك لنكمل عن عيد شعنينة بكنيسة سيدة دمشق. إلك سلمى وبنرجع كمان برسالة ثانية.